في عدة أفكار اللي راح نفصح عنها في هذا المؤتمر، يمكن فكرتين بس ونخلي الباقي تشويقي. الفكرتين هذيل تحتاج دعوة عامة، فهذه دعوة لكم جميع للحضور لهذه الفعاليات اللي راح تكون بإذن الله. الأولى راح تكون هي يوم الأربعاء القادم كوضع جدارية تحمل خريطة دولة الكويت، راح توضع إن شاء الله في حديقة الشهيد. طبعا ركزنا في حديقة الشهيد على أن الأجواء هنا في المناخية في الكويت صارت أفضل لله الحمد، وبرد الجو والناس صار التفاتها للأماكن العامة المفتوحة أكبر. وبنفس الوقت حرصنا من باب مسؤوليتنا المجتمعية على أن توصل هذه الفكرة وهذا المؤتمر إلى كافة وسائل المجتمع. اليوم هذا المؤتمر في رعاية كريمة من حضرة صاحب السمو، ما نبي يتبع جهة معينة أو مكان معين، يحمل اسم الكويت والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وكل دول العاملة. فاليوم هذا المؤتمر وتوقيعكم على هذه الجدارية للكل والجميع، للصغير قبل الكبير، وكذلك للجنسين، وما يقتصر هذا العمل على أهل الدين أو صاحب اللحى. فلذلك احنا وايد تركيزنا أن هذا عمل إنساني خيري يخدم ومسؤولية كبيرة علينا، فلذلك علينا أن نركز عليه. فهذه المبادرة إن شاء الله راح تكون، أو هذه الفكرة راح تكون بإذن الله يوم الأربعاء القادم الساعة 4 العصر في حضور كبار شخصيات ومسؤولي الدولة بإذن الله. أما بالنسبة للفكرة الثانية وهي هي الفريدة من نوعها في الكويت وما طرحت من قبل، هي قيام أو إقامة مباراة خيرية إنسانية داخل الكويت في صالة الشهيد، أيضا راح تكون إن شاء الله في منطقة الدعية في اتحاد كرة اليد. طبعا المميز بالموضوع أن اللاعبين بإذن الله راح يكونون أعضاء مجلس أمة وكذلك وزراء الدولة، وفي تحدي كبير بين السيد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، نوجه له تحية، وكذلك الدكتور نايف العجمي. الدكتور نايف يقول الأخير احنا 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 فزنا، فلذلك احنا بنفوز ان شاء الله، فعسى الله يوفقهم. فهذه ايضا المبادرة الثانية او الفكرة الثانية من الخطط اللي وضعناها. فنتمنى صراحة حضوركم وتغطية هذا الموضوع، وخاشيلكم المزيد والمزيد، خصوصا يوم الاحتفال ويوم المؤتمر. فلذلك اسأل الله العلي العظيم ان يوفقنا في بلد الإنسانية، بلد الخير، صباح الإنسانية، في إيصال هذه الرسالة والاستمرار في هذا العطاء.